الصوت بس قبل ما نسمع صوت الجمهور نتشافى لحبيبنا كابتن محمد فوده اللي خرج من المستشفى بعد عملية القلب، وألف سلامات لك يا أبو فهد، ومنتظرينك على أحر من الجمر. إيه ما نبغى ينفرد فينا سمير عثمان، ها عقب يعطينا يقعد يهبد فينا ويعطينا وجهة نظر واحدة، لا نبغى كابتن فوده يرجع عشان نسمع ها الطرفين ان شاء الله. ما يصير يعني ها؟ طبعا باذن الله يرجع بالسلامه يا رب ان شاء الله، بس براحته ها؟ لا لا ده احنا نروح له، نطلع من الاستوديو من عنده في المدينه المنوره والله. وفرصه زياره يعني كده وتزور الحبيب ها؟ ما طبعا ان شاء الله باذن الله، المهم يقوم لنا بالسلامه والله ان شاء الله يا رب. طيب ان شاء الله وحشنا. نقطه نظام، خلينا نسمع صوت الجمهور يلا.